السلام عليكم، معكم منذر من قناة Infinite Gaming، واليوم رجعنا لكم بفيديو جديد ولعبة جديدة يا شباب، واللي هو The Hunter. هي لعبة الصيد، اللي حب الصيد فخلونا ما نطول يا جماعة ونسوي على نيو جيم. طبعا انا حاولت اني اقرب لكن ما عرفت اللعبة، فقلت احسن اقرب اربعة. alright، طبعا ميل وفيميل، فبنختار نحن هذا الشيبة. الله عليك حبيبي، اشوف واحد يشبهني كذا. هذا يا اخي هو يشبهني كذا، جاي كأنه ذاك الشيء، ما شاء الله عليك. طيب طبعا هذه اللعبة يا جماعة بالمختصر المفيد اللي محبين الصيد والاصطياد، فأنا ما أعرف هذا. أوكي وش بيكون؟ أوكي أنا أحب الغزال فبصطاد الغزال. خلينا نسوي ستارت جيم. طبعا هي لعبة جديدة، ممكن أنك أنت تصير وتجربها لعلك تحب الصيد. Alright. Hi. I heard you finally arrived. Oh my god. Welcome to Central Europe. Uh-huh. I'm Connie, the Wildhüter of Hirschfelden, reserve warden that is. I'm here to make sure that your time here will be unforgettable. Wow. Hirschfelden is one of the oldest hunting reserves. Your time here is unforgettable. The most popular big game for all hunting tastes. It's also the most beautiful place on earth. No, I'm not biased at all. حقيقة. Alright. عندنا تلفون مثل ما تشوفوا. Track down the heavy first animal. واو. عندنا بوصلة. ممتاز. يعني كذا لازم نتجه غربا. اوكي طبعا عندنا حياة وتليفون من نوع المتطور صراحة. سو وش سويته؟ واو شو في سنايبر ولا اويا ليش الايم كذا يروح؟ شنو هذا حبيبي؟ ما كذا. اوكي علشان هو يمشي. علشان هو يمشي مسكين. شوف الايم كيف يسوي به. لا اله الا الله. زين ما علينا شباب، حان الوقت اني اراويكم مهاراتي في الصيد. حان الوقت اني اراويكم مهاراتي في الصيد الغزال. يا غزال انت. اوكي وين الغزال؟ هتقولي الكلب ده فينك؟ انا توقع امشي مكان صح يعني. ممكن اركض؟ الله ممكن اركض بس اتوقع كذا. يعني لا تركض. وين ممكن نسوي ازعاج؟ اوكي ابو مستعدين شباب؟ راح المسكين. ما مات والله. وي ما يخليني اطلق. يعني ممكن اتبع وين هو جالس يمشي. اوكي اوكي حصلنا شباب، حصلناه. وين بتروح عني؟ لحظة لحظة. سلو موشن. ما حد يتحرك يا اعزائي المشاهدين. دمان. اوكي فهمتك، يعني طلع نوع الحيوان غزال. ما شاء الله علي، تراني فاهم في السوالف. Hunting roe deer? They're not the most difficult to hunt, but keep in mind their excellent senses of smell and hearing.
أوه حصلنا حصلنا ذبيحة ذبيحة العيد يا سارة، ما شاء الله عليك. تعورت ولي؟ أوه ماي جاد، ضربة في الرأس حبيب. أوكي كسبت، ضربني الغوازي. أوكي This is me brothers. Double XP in the house. If you want to get your bearings, there are lookout points spread out all over the reserve. Okay. خلينا نصطاد. شباب شباب ركزوا. ركزوا معي هذا الصيدة. اوه راح 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 اوه اوه اه اوه ماي جاد اتس بليدنج سو ذاتس ا هيت فولو ذا بلاد تريل تو فايند ات لعبيبو تفكرني انا ما اشوفك ها I'm coming for you! I'm coming for you! Oh my god! الله عليك! ذبيحة متعافية! في القلبش! الله عليك! يا حبيبي هذا الثور ولا هذا وش؟ والله انه جاموس شباب للبيع. شوفوا هذا يقول لك الكاش، كم ضربنا الكاش؟ وهنا يبين انه فيميل الجندر، شوفوا الجندر فيميل، وزنها 38 كيلو. الله عليك، يعني هذا بصراحة حل مشاكيك تقسقيسه بسيطه وامورك سلوكو. Alright. There's no shortage of ways to earn money as a hunter. No shortage of ways to spend it either. انا اريد يطلع لي دب يا ساره. اريد يطلع لي دب. هذا الغزال يراوغ. حبيبي يطلع لي والله. اوه ماي جاد ما ضربته ولا انحس هو. لا 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 استناني. شرد لا 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 انتظر انتظر هذه مفروض هيد شوت والله اوه ماي جاد راحت علينا الصيدة اوكي هنا 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 دمان دمان وين؟ وين راح؟ والله ما ودرك، أول دمان دمان يا سادة دمان طلع الماب إنه في قبضتي إنه في قبضتي لن تستطيع معي بعد أوكي وين راح؟ Where are you? وين راح؟ يا اخي نقعت بواحد. هو ما زال يليك. He's stealing brothers. اسمع للي صبر صبر اصورك اصورك
اوه هذا البندق بينادي. يعقم نفسه مسكين. وش هذا الصوت؟ على حسب الحيوان اللي اوكي. اوه ماي جاد، شوفوا كيف وسمته، الله عليك، من كذا ما تعور. اوكي هذا كم جاب لي؟ 354 كاش، 19. يا الله صغيرونه صغيرونه هذه. سيف. اوكي. واو، you're a fast learner. Yes, I'm fast learner. What do you think? ها؟ شباب طلع فيه بوق، ممكن تنادوا. اوكي شوفوا كيف، الله طلع رهيب. في حيوان، هذا حيوان مستلقي. اوكي يا ساتر عليك، لا هذا قاعد يغوص. Go dark. في رصاصات مختلفة بعده. Shotgun. Sniper. والتلفون. والبوق. هذا وش، بطة؟ اكتبوا لي شباب في التعليقات وش صوت، وش صوت، وش هذا بالضبط؟ اوكي انا اتوقع دقاقه، اتوقع دقاقه. وهذا هذا غزال، هذا 100%. سمع مره ثانيه، الله عليك، هذا غزال، انا اتوقع غزال صراحه. اللي عنده ملاحظه ثانيه يكتب لي في التعليقات كذا عشان نعرف ونتعلم من هذا اللعبه. اشوف وش شيء ثاني بعد. اوكي هذا وش، هذا الذئب. الذئب، هذا ذئب. والله اني انا كفو. يعني ممكن لما اشوف الحيوان اناديه. فهمت، والله اني بديت افهم يا شباب. شنو هذا يا سارة؟ اتوقع هذا المكان اللي راح يفتح لي الخريطة اكثر. تتوقع؟ خلينا نروح نشوف يا سارة، نركب هذا المكان. alright هذا هو، هذا هو البريدج اللي راح يراوينا. خبي خبي التلفون، خبي التلفون، اركض الحين، خلي عنك هذا. alright هذا هو البريدج اللي نحن كنا ندور عليه. واو. Quite a view, isn't it? From here you can see a lot of new locations ads. Rattenfeld is a favorite region for a lot of hunters. The fallow deer is such a. اوكي هذا هو الخريطة اللي فتحناها من شوية. To the south lies the Hirschdorf Hügelgrab. شوف الخريطة كيف كبيرة. Seriously شوف هذه اللعبة كيف كبيرة. They're essentially base camps. هذا المكان اللي نحن مشينا فيه هذا اليوم، وصلنا طبعا لهذا المستنقع، مشينا كذا، جينا كذا لين هذا المكان. طبعا فتحنا مكان جديد، وبعدين هنا، وبعدين هنا، وبعدين هنا، وانت رايح. طيب يا شباب، هذا كانت تجربة لهذا اللعب الجميل، لعبة صيد. إذا كان أعجبك هذا اللعبة اضغط لايك، وإذا أعجبك المحتوى سوي سبسكرايب. إلى أن نلتقي في ألعاب ثانية، فيديوهات ثانية. سلام. Versace on my